نكون فاميليار بالسيمبلينج والبلوكس المختلفه اللي كنا نستخدمها هون. في عندي سينكس سورسز كونتينوس ديسكونتينوس ديسكريت. هذا الديجيتال كنترول مثلا هون في عندنا مجموعه فانكشن ديجيتال كنترول ماث اوبريشنز. هلا نحن بهمنا هون بهمنا السيم باور سيستمز هي موجود هون. والسيم باور سيستمز في له مجموعه اشياء. في مثلا هون الكتريكال سورسز فبعطيني AC current source, AC voltage source, dependent source, battery, three phase source, DC source. The elements اللي بهمنا بشكل رئيسي من elements هو the RLC وكمان RLC load, parallel and series. في عندنا machines. عندنا كل أنواع الماشينز هم موجودة. AC current إيش هي AC synchronous machine؟ إيش بنسميها عادةً؟ Induction. في synchronous machine. في عندنا حتى في عندنا كمان stepper motors هون. stepper motor كمان موجود هون. permanent magnet synchronous motor, DC motor طبعا DC machine موجودة اللي هي DC machine motor generator بنفس الوقت. بعدين عندنا هون measurements هون عشان إذا بدي أقيس current أو بدي أقيس voltage أو بدي أقيس حتى 3 phase كمان power بقدر أستعمل هذا البلوك اللي موجود هون. أنت كمان ميزة السيميلينك بشكل عام إنه أي بلوك أنت بتحب تعمله custom defined كانك تعرفه كبلوك جديد تحط عليه وبتعرفه كسيستم وبصير له انبوتس واوتبوتس بامكانك تستعمله تخزنه وبصير تستعمله انت كبلوك. وبعدين عندي كمان الباور الكترونكس. الباور الكترونكس عندنا ثايرستر دايود كومبوننت. بعدين في عندنا كمان بريدجز. عندي اي جي بي تي هون. عندي 3 ليفل بريدج يونيفرسال بريدج موسفيتس ايديال سويتشز وهكذا بامكاني استخدمهم. وكل هاي الاشياء بامكاني ارجع استخدمها كمان مع السيميلينج فممكن اخلط زي ما بدي ما بين الاثنين حسب ايش السيجنالز اللي بدي اطلع عليها. إذا لو بدينا بدنا نبني هلا سيستم بسيط خلينا نبدا في البدايه خلينا ناخذ دي سي موتور وراح اخذ ماشين راح ابدا موديل جديد خلينا ناخذ الدي سي موتور من هون هي دي سي ماشين في اد نعم في الاد خلص ماشي عندي هون اذا بتطلع هلا على الدي سي ماشين دي سي ماشين في لها 4 تيرمينالز اول شيء التيرمينالز الاثنين هذول اللي هو الاي والماينس اي اللي هي ايش اسمها؟ ايش هذه؟ الارمتشر تمام الارمتشر في الاي سي في الدي سي موتور الروتر بنسميه ارمتشر اللي هو المتحرك ولذلك مثبت على البرشز اللي هون رمز له اللي ثابت اللي هو الفيلد هذا الفيلد اكسايتيشن منه بعدين في بدخل عندي انبوت وبطلع اوتبوت الانبوت اللي بيطلع اللي بدخل هون في هاي الحاله هو التورك فانا بعطي للموتور ايش التورك اللي بتوقع اللي محطوط عليه وهو هون بعطيني الاوتبوت في 4 سيجنالز راح يطلع من هون بقدر اشوف شو هم باستعمال البس البس كرييتر او البس سيلكتر اذا فتحنا هذا الدي سي موتور راح اطلع في الداخل في عندي مجموعه بارامترز الميكانيكال انبوت هلا ممكن الميكانيكال انبوت يكون تورك يعني انا بحدد له التورك وهو بحدد لي السبيد او بيكون الانبوت لهذا المحرك سبيد بحدد له سبيد وهو بحدد لي التورك بقدرش اعرف الاثنين بنفس الوقت فباي لحظه من اللحظات بقول له انه التورك اللي موجود عليه كلود هو هاي القيمه فهو بيعطيني السبيد اللي راح ينتج عنها او العكس في بريسيت مودلز في مودلز جاهزه ممكن استخدمها مثلا في عندي هون مثلا 75 هورس باور موتور مثلا خلينا نحاول نستخدم اذا في هون اس اي ما فيش هون اس اي عندي خلينا نستخدم مثلا نطلع هذا 5 هورس باور موتور هذا الريتد سبيد تبعته 1750 ار بي ام الفيلد فولتج 300 فولت والارمشر فولتج الريتنج تبعته 240 فولت اذا جينا طلعنا على البارامترز راح تلاقي في عندي ارمشر ريزيستنس والارمشر اندكتنس هذا الموديل تبع الموتور الفيلد ريزيستنس كمان في لها ريزيستنس وفي لها اندكتنس وحاطط كمان هو ميوتشوال اندكتنس بين الفيلد ريزيستنس اظن يمكن والارمشر الفيلد اندكتنس والارمشر في ادفانس سيتنجز هون ما فيش عندي في النايت في عندنا شيء فعندي هون هذا 5 هورس باور موتور 1750 ار بي ام خلينا نعمل سلكشن لهذا هلا هذا حتى يشتغل اذا بدي اثبت الفيلد عليه ايش بدي احط على الفيلد سايد؟ بدي احط فولتج راح اخلي هون فولتج 300 فولت ثابته ما راح اغيرها فراح ناخذ الان سورس مثلا دي سي سورس هي الكتريكال سورس راح اخذ هون دي سي سورس والدي سي سورس هذا راح نحطه على نخليه دائما على راح اخليه دائما على الفيلد ومن هون هي النيجاتيف
فهذا اللي راح يعمله الان راح يخلي دائما في دي سي اكسايتيشن على الدي سي ماشين، دائما في عندي هون 300 فولت. واذا بدك تعرف الكرنت بامكانك تعمل بحساب بسيط، تعمل كرنت قديش كان الريزستنس تبع الفيلد، هاي بارامترز الفيلد ريزستنس 281، اذا انا حاطط عليه حوالي 300 راح يسحب تقريبا 1 امبير اكسايتيشن. طب الاندكتنس ايش اثره؟ الاندكتنس ما في دائما مو دي سي اصلا، في هاي الحاله ما راح ياثر. الاندكتنس امتى بتاثر؟ بياثر في حاله الترانزينس، بس في الحاله هاي ما راح ياثر، فالكرنت راح يكون محدود بالفولتج مقسوم على الريزستنس تبعت هذا الفيلد. هلا الارمتشر بدي اقرر الارمتشر من وين بدي اجيب له ارمتشر، مثلا ممكن انا اعطيه فولتج مختلف، خلينا ناخذ احنا فاريبل فولتج سورس. طيب شو عندنا بارلل او سيريز دي سي ماشين؟ انت ممكن تشبكها بارلل او سيريز، اذا بدك تشبكها بارلل او سيريز انت بتشبك الفيلد ان سيريز مع الارمتشر. انا هون راح اخليه سيبريتلي اكسايتد، واضح ايش يعني سيبريتلي اكسايتد؟ يعني هون الاكسايتيشن تبعت هذا الماشين كومبليتلي سيبريت. هلا خليني اخذ كمان فولتج سورس، راح احط كمان فولتج سورس راح يصير اغيره. طبعا الحين في النهايه ما راح يضل هو فولتج سورس، راح يصير ريكتيفاير. راح اخذ هذا الفولتج سورس وراح احطه كمان على احطه على ارمتشر. بعدين راح يصير اغير. هلا بصيرش هذا يتعدى 240، قديش كان الريتنج هون؟ 240 فولت، فما لازم يتعدى 240 فولت، خلينا نحط عليه الان 240 فولت. هي صار عندي هذا جاهز هون. هلا بدي اختار ايش الاشياء اللي بدي اشوفها على الام. هذا الام ببين خط بس هو بس، ايش يعني بس؟ اكثر من سيجنال، يعني في اربع سيجنالز او في اربع. هذا كيف بدي اعرف شو هي السيجنالز هاي؟ احسن شيء اعمله اعمل بس سيلكتر. هلا بتقدر تعمل دي ماكس، بس البس سيلكتر احسن لانه بتقدر انت تختار بالضبط شو الفاريبلز اللي بدك تشوفها. في اختلاف بسيط بين البس سيلكتر والدي ماكس. خلينا ناخذ البس سيلكتر ونشوف. اذا اخذت هون بس سيلكتر، لا اظن اذا عملت هون هيك، هي واضح عندي ايش الاوتبوتس اللي طالع. هذا شيء جاهز في الموديل، في الموديل تبع المحرك، فبس انا شبكت عليه البس سيلكتر اعطاني سبيد ان راديانس بير سكند، ارمتشر كرنت، فيلد كرنت، والكتريكال تورك. الالكتريكال تورك هو احيانا بنسميه الكتروماغنتيك تورك. الالكتروماغنتيك تورك هو التورك اللي بينشأ عن الالكتروماغنتيك انتراكشن في المحرك، يعني هذا الاوتبوت تورك اللي جاهز يطلع لبرا. نختار، خلينا نطلع مثلا نطلع السبيد، هاي سيلكت، شيل هدول، شيل هاي. اذا انا بدي البص يطلع لي السبيد ويطلعني مثلا، خلينا نطلعهم كلهم، والارمتشر كرنت والفيلد كرنت والالكتريكال تورك. هي صار عندي الاربعه هدول جاهزين طالعين هون على الأربعة اللي موجودين هون. إذا بدنا نشوفهم الآن بدنا سكوب، لما نروح نرجع على السيميليك نختار سكوب، وخلينا نعمل سكوب له أربعة إنبوتس، ما راح أحط عليهم دي مالتيبلكسر، فراح نحط له أربعة أكسيز. نكبر هذا شوي عشان نشوفه بشكل ارتب. اذا هاي شوفوا الكلمه كيف طلعت مباشره عليها. عشان هيك البس سيلكتر احيانا في بعض حالات بيكون مفيد اكثر من المالتيبلكس دي مالتيبلكس. وهذول الاربعه شانلز راح يبينوا بهذا الترتيب، بنفس هذا الترتيب راح يبينوا. هنا خلينا نكبر هاي كمان شوي. حركها لهون، اوكي ماشي جاهزين. احنا نشوف الاوتبوتس هاي اللي بتطلع معنا من هون. هلا ضل عندي شيء ناقص، بدي اقول للسيستم ايش السبيد او التورك اللي داخل عليها اللي عليها اللود. فانا راح اعطيه التورك، انا راح اعطيه التورك تبع اللود، يعني هذا كانه تورك خارجي موجود عليه. فراح ناخذ كونستنت فورسز، راح ناخذ هذا كونستنت هون. هلا عشان سهولة الفهم ما راح اخلي هاي اسمها كونستنت، ايش راح احط اسمها؟ لود لود تورك. وعشان يكون ادق شو بنعمل احنا كمهندسين، ايش بنحب دائما نستعمل؟ بنحب دائما الليمتس الصحيحة. إذا هلا أنا هون ما عنديش فكرة ايش التورك اللي راح يعطيني إياه، خلينا نشوف هلا أنتم بمساعدتكم إذا بنقدر نفكر نشوف ايش.
التورك اللي يعطيني اياه هذا المحرك حاول يستنتج. صحيح. احنا لازم اغيره احسن في الفلاج. اذا ايش لازم اعمل هون؟ لازم اغير هذا. اوكي تمام اوكي. هلا اطلع لي على هذا المحرك الان، خلينا نشوف البارامترز تبعته. بدي اشوف هلا ذكاء كوبيتو كيف ممكن هذا المحرك، شو هو التورك رينج اللي بيعطيني اياه؟ كيف ممكن معنى الهورس باور، معنى الهورس باور والسبيد. اذا احنا عندنا في اي سيستم، اي سيستم انرجي كونفرجن سيستم بحول لي من ميكانيك، من الكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي، شو السيستم اللي بحول من الكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي؟ الاكشويتر. احنا في مختبر المنفذات على فكره الان، مش هيك؟ هذا فيري ابروبريت. عندي هون بدخل عندي الكتريكال انرجي بشكل عام اي، وبطلع ميكانيكال انرجي. مضبوط. ايش الانبوت الكتريكال باور؟ اذا كان مثلا طبعا بيعتمد ايش هو السيستم، اذا كان مثلا 3 فيز سيستم راح يكون عندي جذر 3 اي لاين، في لاين بالباور اي لاين في كوساين ثيتا، مش هيك؟ اذا كان دي سي موتور مثلا راح يكون في ارمتشر اي ارمتشر، او في انا اسميها في سورس، خلينا نسميها في سورس. اوكي هلا عندي هون الاوتبوت، ايش الاوتبوت راح يطلع معي اذا هذا روتيشن انا عم بلف السيستم؟ راح يكون عندي بي اوت بيساوي تورك في اوميجا، اوت في اوميجا، واوميجا لازم تكون سرعتها، لازم تكون وحدتها رادينز بير سكند. قديش الافشنسي تبعت السيستم؟ راح تصير بي اوت على بي ان، مضبوط؟ هم هذول الرقمين على بعض. اذا احنا طيب هلا شو بتتوقعوا الالف الخمس هورس باور شو بتمثل احتمال الانبوت باور ولا الاوتبوت باور؟ اوتبوت باور اكيد بكلكل. هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح يعني احنا كانه عمالنا بنقول اذا انا بدي اروح اشتري محرك والمحرك انت سميت لي اياه 5 هورس باور، ما تضحك علي ويطلع ال 5 هورس باور هو انبوت، لانه انا ما راح استفيد انبوت من ايه؟ منين عم بستفيد؟ بالاوتبوت. فالاصطلاح عاده في الصناعه اذا بتشوف محرك بقول لك انه هذا 5 هورس باور او 20 كيلو وات او 75 كيلو وات، المفروض هاي تكون قريبه جدا من مين؟ من الاوتبوت ميكانيكال باور، اليوسفول ميكانيكال باور راح استفيد منها. اذا لو اخذنا هلا هذا الرقم اللي هو 5 هورس باور، قديش الهورس باور؟ 746. اذا البي اوت بتوقع انها بتساوي 5 هورس باور في 740 46 واتس، اللي هي بتعطيني قديش تقريبا؟ 7.5 في 5 7 في 5 0.7 عفوا 3.75 السرعة عندي 1750 RPM، راح احطها هون بس طبعا هذا غلط اني احطها هون زي هيك، ايش لازم اعمل؟ حولها لاوميجا بالريد، حولها لريد في السكند، اذا ايش بدي اقسم؟ على 60 وبضرب فيه، وهي صارت اوميجا، وهذا صار يعطيني هلا التورك، راح احطها لريد. اوكي ماشي واضح؟ الكل فاهم شو بنعمل وعم نشتغل احنا في الاخر. اذا صار عندي هلا تي ريتد لهذا المحرك راح يساوي 373 واتس على الرقم، قديش الرقم اللي بيطلع هذا اوميجا ريدينس بير سكند؟ بس بالنسبه للهور سوبر مش عارف بيكونوا حاطين الانبوت الكبير عادة معظم المحركات، بعطيك الميكانيكال اوتبوت باور ميكانيكال، ما هو الهورس باور ممكن يكون وحدة ميكانيكال ووحدة الكتريكال. انت بتقول انه عادة بتكون الانبوت؟ انا من خبرتي هلا ممكن انا اكون غلطان، ممكن تقول لي لا دكتور انت غلطان، انا ما عندي مشكلة. لا 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 انا بحكي لك، هو في شيء مكتوب في الكتب ما راح تلاقي، انا من خبرتي بديت اشيل سما طلعت بديت اشيل، بلاقي دائما لما بنحط الميكانيكال باور بتكون هي الريتد اوت. لانه انت ليش بدك تشتري محرك لسه فيه لوسز راح يكون؟ ليش ما اعطيك انا الصافي؟ بكتبهم بالعاده هيك هيك الاصطلاح، بس ما في شيء مكتوب رسميا. نعم بكتبهم بالعاده اذا بدي اعطوا الانبوت باور بعطوه بالكي في اي اصلا. صحيح بس ما لهوش معنى، حتى ما له معنى، مضبوط كلامك صحيح بس ما لهوش معنى. فهو الاصح اني انا اقول انه محرك بدي استعمله لشيء ميكانيكال، اعرف شو الميكانيكال اوتبوت باور اللي بتوقعه. قديش؟ 83 وربع. 183 وربع. وقديش بيطلع التورك؟ 0.2 لا اكثر، 20 20
بيكون تقريبا حوالين 20 حوالين 20 او اقل شوي. كيلو نيوتن يعني اوكي. طيب يعني قديش بيطلع؟ 20.35 ماشي واضح؟ اذا احنا هلا اخذنا احساس انه وين احنا عم نحكي، باي رينج عم نحكي. هذا محرك مش محرك كبير، 20 نيوتن متر مش رقم كبير كثير. بس عشان اعرف هلا الكونستنت اللي احطه عليه ما احطش عليه لود اكثر، اذا حطيت عليه لود اكثر من اللازم شو راح يصير فيه؟ راح يعمل ستوري، وعلى فكره راح يعكس اتجاهه وراح يتحول لجنريتر. وممكن اشغله كجنريتر. إذا كان فيرتيكال، إذا كانت هوريزونتال صعب إنه هيك. لا لا، إذا أنا حق لما بحط بحط عليه تورك، هو أنا عمالي بحط عليه تورك من الخارج، تورك من الخارج بغض النظر كيف جاي راح يتحول هو لجنريتر. إذا إيش رأيكم قديش نحط عليه؟ خلينا نحط عليه 15. إذا راح نقول اللود عليه 15 نيوتن متر، هلا لاحظوا هذا الميكانيكال تورك بده يغطي كمان الفريكشن والويندج اللي موجود في المشين. ففي شوية فريكشن ويندج راح تكون في نفس المشين. وهاي بتبين معنا اذا طلعنا هون راح يكون في فيسكس فريكشن. يمكن مش موجوده في هذا الموديل. لا ولا موجوده هي. فيسكس فريكشن وكولوم فريكشن. مين متذكر ايش الفرق بين الكولوم فريكشن والفيسكس فريكشن؟ في نوعين من الفريكشن. الفيسكس هذا بكون عندنا مثلا في نوع من الزيت او كذا. تمام، في سطح رقيق من الزيت. مع ايش بتناسب؟ مع الفيلوسيتي. مع الفيلوسيتي. الفيسكس فريكشن بتناسب مع الفيلوسيتي. لذلك بنضرب في راديانس بير سكند. الكولوم فريكشن ما بتناسب مع الفيلوستي، هو هذا اتس بروبورشنال تو في تو ذا زيرو، هذا اتس بروبورشنال تو في تو ذا 1. في كمان عندي دراج فريكشن بروبورشنال تو في تو ذا 2 مش موجودين عندنا هون. فعندي هو حاطط، ولذلك هذا المحرك لما يبدا يلف هو مضبوط بيولد لي 20 نيوتن متر، بس في جزء منهم بده يروح يتغلب على الكولوم والفيسكس فريكشن. وفي كمان انيرشا، ملاحظين الانيرشا؟ هاي انيرشا تبعت مين؟ الشافت الروتر تبع المحرك نفسه. الانيرشا ايش وحدتها؟ انتوا هلا عباقرة صرتوا في الانيرشا مش هيك؟ مش بتعرفوا تحسبوا الانيرشا ولا ميوتشوال اندكتنس فيلد ريزيستنس. اوكي، اذا احنا راح نحط هلا 15 ونشوف شو بصير معنا هون. حطينا احنا 15 نيوتن متر، المفروض يفرض لي يثبت على سرعه معينه. بعدين احنا بدنا نحط، حطينا سكوب، احنا اوريدي حطينا سكوب وخلصنا منها. طيب في بدي جي يو اي مش هيك؟ ما حطينا جي يو اي، خلينا نحط جي يو اي. اي سم باور سيستمز لازم احط في جي يو اي، جي يو اي بحدد كيف راح ينحل المشكله، كيف راح تنحل المساله، فضروري دائما يكون في عندي باور جي يو اي، باور جي يو اي بحدد البارامترز المختلفه اللي بستعملها في حل السؤال. ما تهتموا فيها كثير، ما بشبكها باي شيء، بس لازم تكون موجوده ولا ما راح يعمل ران اذا هي مش موجوده. خلينا الان نعمل زوم. خلينا نعمل السيف. نعم، مش مشكلة، خلينا نخزن هاي. لاحظوا اسم هذا ما بحب فراغ سبيسز، ما بعرف ليش، بعرف اذا الفيرجنز الجديده تحسن وضعها، وما بيبداش برقم، ما بخليك تبدا بالرقم كمان. وام دي ال هي الاكستنشن تبعت هذا الموديل. طيب نعمل رن. هلا بعرف انه نحتاج نعمل 10 ثواني، خلينا نشوف. نطول هي. لاحظوا الفيلد كرنت قديش الفيلد كرنت؟ ليش الفيلد كرنت اقل من القيمه اللي احنا توقعناها؟ مضبوط، مش اقل؟ احنا توقعنا فيلد كرنت حوالي 1 امبير مش هيك؟ انا هون بعطيني 0.4، هلا بنشوف ليش. والالكتريكال تورك عم بعطيني اعلى شوي من، هلا هو المشكله هون لانه عم بظبط السكيل، في شويه تريبل بالسيستم. خليني اظبط الاكسس. اوكي، تقريبا يعني الريبل هذاك ما بيهمنيش كثير، هي هون واضح تقريبا انه التورك قديش تقريبا التورك؟
حوالي 16، فخفيف جدا الفيسكس فريكشن والهاي قليلين جدا على هاي السرعه، فتقريبا عم بعطيه 16. هلا اللي بيهمني السرعه، طلعوا لي على السرعه اليونتس قديش تبعت السرعه راديانس بير سكند. هلا انت قديش حسبت راديانس بير سكند؟ كانت 183. قديش هلا عم بمشي هون السرعه اللي عم بمشي عليها؟ اعلى مضبوط، اعلى من 183. ليش؟ لانه الطرق اقل من الراديانس. تمام، انا بدي احاول اسكتك شوي عشان اسمع من الناس. عفوا انا ما بحكي حبيبي، انا ما بقصد اني زعلت او شيء، انا مبسوط انك بتجاوب، بس مرات تجاوب انت بسرعه كثير ما بتسمحش فرصه للناس تاني يفكروا. ليش السرعه هون اعلى من السرعه الريتد؟ اطلعوا لي اول شيء، هل السرعه اعلى من السرعه الريتد؟ شوف عظمه السيم باور سيستمز، انك بتحطك امام سيستم حقيقي بدك تبدا تفكر وتشوف، بيطلع عندك مشاكل. وهلا راح افرجيكم مشكله بتصير هون. ميزه السيم باور سيستمز بتحطك امام سيستم حقيقي، كانك عم بتواجه سيستم حقيقي وبدك تحل مشاكله، فبدك تبدا تفكر. طلعوا لي هلا هون قديش السرعه هاي، خلينا نشوف مره ثانيه. راح احط هون 400 راديانس بير سكند. اوكي، قديش السرعه اللي عم بمشي عليها؟ تقريبا 330 مضبوط راديانس بير سكند. طبعا بنقدر نحولها ل ار بي ام. قديش احنا حسبنا السرعه الريتد تبعته تقريبا المفروض تكون 183؟ اذا هي اعلى. السبب انه ايش؟ ايش السبب تبعك؟ التورك اللي متعمل، انه التورك اللي احنا حطينا عليه اقل من الريتد تورك تبعه، الريتد تورك تبعه كان تقريبا حوالي 20 حاطين 15. خلينا نشوف هلا لو بدينا نزيد التورك، مش راح اغير الاكسس هذول، خلينا اظبط هذا الاكسس كمان. هذا ايش احنا قلنا؟ هذا اللي هون، هذا الارمتشر كرنت، الارمتشر كرنت عم يسحب حوالي 48 امبير. خلينا اظبط كمان الاكسس هون، احطه من 0 ل 50. اوكي، هي تقريبا 50 امبير. وخليني الشغله الثانيه بدي اعملها هون، بدي امنعه. خلينا هلا نزيد التورك، رح ازيده شوي شوي، انا عم ببني على فكره سبيد تورك كيرف هلا. كل نقطة من هدول هي سبيد تورك كيرف، مضبوط، نقطة على سبيد تورك كيرف، لأنه كل نقطة هي عبارة عن بير، البير ايش بيمثل؟ سبيد وتورك، فكل سبيد له تورك، كل سبيد له تورك، خلينا نحط هذه 16، طلع سجلنا عندنا حد يسجل عنده على الورقة، الرقمين اللي طلعوا معنا لحد الآن، كانت السرعة 330 تقريبا راديانس بير سكند. هيها، تقريبا هون 330. والتورك اللود تورك كان 15 نيوتن متر، سجلوا هاي النقطة عشان هلا نطلع نقطة ثانية، رح نرفع الآن التورك، فأنا اللود زدته صار هلا 16 نيوتن متر. خلينا الآن نعمل ران. هلا بنلاحظ هون السرعة نزلت، صارت تقريبا 315. خلينا نرفع كمان اللود تورك ل 17. نزلت لحوالي 300. شو هذا الكيرف؟ ماشي قبل بس فيرست اوردر، شو بيمثل الزياده في السرعه مش هيك؟ معناها قديش الانيشال سبيد؟ زيرو مش هيك؟ بدينا من زيرو سبيد، ليش الكيرف شكله هيك وما طلع فجأة؟ ليش عماله باخذ وقت يزيد؟ شو اللي عماله بيمنعه يزيد فجأة؟ بدي جواب علمي. في انيشال مش هي الانيرشا؟ تمام بالضبط، هي الانيرشا، الانيرشا هي زي السي يعني او الار سي زي الانيرشا اللي موجوده هون، مش في انيرشا بالسيستم بده يبدا يسارعها؟ مش بده ياخذ وقت؟ ففي عندي هون الانيرشا حسبناها او كانت موجوده عندنا، هيها الانيرشا هون موجوده، ما فيش عندي انيرشا من اللود الخارجي، الانيرشا الوحيده هيها، هاي الانيرشا بده وقت حتى يتغلب عليها ويزيد، فاعطاني هذا الرقم. قديش طلع معي التورك بالحاله هاي؟ حوالي 300. خلينا نزيد كمان. يعني صرنا قديش هون؟ 273. خلينا اروح ل 20 هلا، اللي هي المفروض انها الريت التور. انا بتوقع يطلع اعلى شوي، هلا بنشوف. اعلى شوي، اعلى شوي مش كثير، فهو في شويه اوفرلود، في اوفرلود موجود بالسيستم. اذا القيمه الحقيقيه او الكامل هاي قديش طلعت معي؟ حوالي 200 وتقريبا 31. عندكم الارقام هذول او مجموعه من الارقام هذول نعملهم بلوتينج؟ نعملهم بلوتينج في سبريد شيت. اذا
اذا متذكرين قديش كانت اعطوني مثلا 15 قديش كان على 15 نيوتن متر قديش كانت السرعه 330 راديان بير سكند خلينا نحولها ل ار بي ام فحتى احولها ل ار بي ام راح اخذ الرقم اللي هون واضربه في 60 واقسمه على 2 ضرب هاي مزبوط هيك وبعدين بعد 330 قديش جبنا 16 تمام 315 بعدين على 17 300 بعدين ايش رحنا رحنا 20 مباشره 18 قديش اعطاني 270 73 وبعدين على 20 231 231 بعدين نسخ هذول ونعمل بلوت لهدول هذا راح يعطيني سكتر دايجرام مظبوط هيك انا بدي الاكس اكسس هو السبيد احنا الاصطلاح تبعنا بهذا الكورس راح نستعمل السب الاكس اكسس هو السبيد والواي اكسس هو اذا هون راح ناخذ يعني هي تقريبا عندي هون السكتر دايجرام هي طلعنا سبيد تور كيرف تبعنا هذا كلاسيكال كلاسيكال دي سي موتور كلاسيكال سبيد تور كيرف دي سي سلوبينج داونورد هلا اذا غيرت الفولتج الارمتشر فولتج تبع الدي سي موتور شو بصير شو بتتوقع بصير اذا نزلت سبيد تور كيرف تبع الدي سي موتور شو بتتوقع بصير بهذا الخط وين بروح تمام احسن شو عرفت انه بعمل شفت تحت يعني تستنتجت استنتاج مش في لها معادله نثبتها نترجم معادله بس الطلعه هلا شو صار احنا صار عندنا شيء مهم الفولتج قديش كان هون اللي حطيناه حطينا 240 هنا 240 على 240 هي السلوب هي الكيرف مثلا اذا رفعنا طبعا ما بصيرش ارفع بالحاله هاي لانه هذا الريتنج تبعته بس نزلتها ل 210 180 مثلا 150 بصير عندي مجموعه كيرف ايش رايكم احد الاكسرسايز تعملوها المره الجاي ابعتكم هذا الفايل احط لكم اياه على الموقع بدي تاخذوا هذا الفايل بتعملوا بلوتنج للسبيد تور كيرف ل 210 فولت ارمتشر 180 150 وتشوف هلا احنا بدينا نحكي في فكره الدرايفز هي اساس الفكره الاساسيه للفيريبل سبيد درايف حتى اعمل فيريبل سبيد درايف شو بدي اعمل بدي ارجع هلا هون طب كيف راح تطلعوا انتوا راح تيجوا على هذا الفايل اللي موجود هون هي الفيربل سبيد درايف هلا انا بالظاهر انه هو فيربل سبيد درايف هو شيء بسيط جدا فولتج سورس هلا هون بس شو راح يصير هذا بعدين شو راح اطبقه في الحياه الواقعيه كيف راح يصير هذا فيربل سبيد درايف ريكتيفاير اي نوع من الريكتيفاير هون يكون سنجل كنترول ريكتيفاير يصير عندي كنترول ريكتيفاير في هارسترز اخذتوه مش اخذتوا شيء زي هيك طبعا تمام اذا هذا راح يصير عندي شيء زي هيك بعدين راح تكون التغذية بس هي تكون اي سي تمام راح اعطيه اي سي هلا ممكن استخدم دي سي لدي سي بس لو فرضنا انه السورس هو اي سي هي عندي 6 اس سي ارز هذا صار فولي كنترولد 6 بلس بريدج فولي كنترولد 6 بلس بريدج كنترول بالبلس 1 2 3 4 5 6 بهذا الترتيب بنعمل فايلين 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 الاوتبوت هذا وين راح اشبكه اللي هو البلس الفيلد هذا بده يروح لا مش الفيلد الفيلد راح اثبته على الارمتشر محل هذا راح يصير عندي فيربل سبيد درايف لما بغير الفولتج ايش بصير بالفولتج اللي هون بتغير كيف بغير الفولتج هون بغير الفايرنج انجل بغير الفايرنج انجل اللي موجود عند هذول السته فبغيره راح نضرب بيها هلا انت بامكانك في مرحله متقدمه بهذا الفايل شو راح تعمل راح تشيل هاي ايش راح تحط محلها؟ 6 بلس كنترول ريكتيفاير راح تصير تدخل له فايرنج انجل الفايرنج انجل راح يصير مغيرها عشان نطلع لها بس اللي بدي منكم تعملوها هلا ما تعملوا هاي لسه اعملوا لي هاي خذ هذا من هون صير غير واعمل نفس اللي عملناه وطلع الكيرف حاول تطلع الكيرف كامل تشوف ايش بيطلع معك في هاي لو رجعنا هلا على السبريد شيت اللي هون
ايش راح يكون التقاطع تبع هذا الخط مع الواي اكسس؟ ايش بيمثل؟ ستارتنج تورك. اذا هذا الخط لو مديته هون يعني هاي سبيد تورك لاي محرك ولاي درايف، لو مديت هذا الخط من هون هون راح يعطيني تي ستارتنج، وهون ايش راح يعطيني؟ تي نو لود. يعني لو فيش عندي لود عليه، لو شلت الحلقه نشيل اللود ونشوف ايش بوصل. هلا راح نشوف وفي له قيمه معينه، مش انفينيتي، في قيمه معينه راح يعطيني لود او لود قليل جدا، تورك قليل جدا. غير الفولتج المفروض يطلع معكم كيرف زي هون، السلوب تبع هذا هو نفس السلوب تبع هذا تماما، هو نفس السلوب تبع هذا، هو نفس السلوب تبع هذا. فاعملوا لي اياها لل 210 فولت، 180 فولت، 150 فولت، وراح تلاقوا انه في رينج التورك بصير محدود. يعني لو نزلت الفولتج ل 150 فولت بقدر احط تورك بهاي القيمه، راح يعمل ستولينج للسيستم. اذا هاي بنعملهم 210 180 150 ووسعوا ل 240 بحيث انه يغطي منطقه اكثر من هون على المنطقه الكامله اللي موجوده هون. هذا اذا بنقدر نعمله بهاي الحاله، بنغير هذا الفولتج بيطلع معي سبيد تورك كيرفز المختلفه للفيربل سبيد درايف. هذا هون هلا مثال جيد على فيربل سبيد درايف. صار عندي لو بدي اغير انا السرعه، عندي لود معين وبدي اغير السرعه تبعت هذا اللود بدون ما يتغير اللود نفسه، شو بعمل؟ غير الفولتج. اغير الفولتج تمام. ارسم هلا خط من هون، هي عندي اللود وهذا كونستنت تورك لود. يعني في لود معين بيكون مش كونستنت تورك، في فيريبل تورك لود زي المضخه والفان والبامب فيريبل تورك لود، لكن هذا كونستنت تورك لود زي الهويست. اخذنا الهويست مش هيك؟ حكينا عن الهويست. الهويست كونستنت تورك لود، بغض النظر بدك تمشي الهويست على سرعه منخفضه ولا على سرعه عاليه بضل التورك نفسه. هو في شويه فيسكس فريكشن بس احنا مهملين الفيسكس فريكشن في هذا الهويست. طيب اذا وين راح يوقف هذا السيستم؟ لما بحط عليه 240 فولت راح تكون سرعته هون مضبوط، وهي السرعه راح تكون هون. افرض انا بدي انزل هذا اللود، انزل سرعته، شو بعمل بالفولتج؟ بنزل مثلا ل 210، اذا نزلت ل 210 ايش راح يصير بالسرعه؟ اقل. تنزل لهاي النقطة من هون. إذا بدي أنزل السرعة كمان إيش بعمل بالفولتج؟ بدي أنزلها كمان. في بعض لودز بتكون فيريبل تورك لود، بس بطبق نفس التطبيق نفس الفكرة. نقطة التقاطع، لاحظوا هاي نقطة التقاطع بين سبيد تورك كيرف لمين؟ هذا لمين سبيد تورك كيرف؟ للموتور. وهذا سبيد تورك كيرف لمين؟ للود. إذا نقطة التقاطع ما بين سبيد تورك كيرف تبع اللود وسبيد تورك كيرف تبع الموتور هي نقطة الستابيليتي، راح يستقر عندها السيستم، راح يهدى عندها السيستم. وبعدين طبعا بغير زي ما بدي من هون، افرض عندي لود ثاني، افرض عندي لود ثالث. حسب اللود اللي موجود بإمكاني أغير، هاي المبدأ الأساسي لسبيد تورك كيرف وتغييره، تغيير السبيد باستعمال الفيربل سبيد درايف.